مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال محمد سيد القومين وثقلين محمد سيد القومين وثقلين والفريقين من عرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى فبلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق.